وعبد الواحد مش موجود، دي انا طرحت، هتعمل ايه بقى؟ انا طرحت كل الافكار النهارده على مجلس الاداره، وان شاء الله بكره هنعلن بكره او بعده بالكثير هنعلن على اللعيبه الاربعه اللي هيكونوا مقيدين معانا في افريقيا. عايز اقول لك كابتن، هل مثلا وصلت على الاقل مثلا ممكن تدي تصريح اثنين منهم؟ لا مثلا لا اثنين منهم، لا لغايه ما مجلس الاداره يعني بكده او نصل لاتفاق. طيب تاني هقول لك، انا عايز اقول لك حاجه. المهم في الموضوع ده مش اسماء، المهم هي الفكره، ان احنا نادي الزمالك كل سنه بيقع في نفس الغلط. ايه هو نفس الغلط؟ ان هو بيضطر ان هو يخلي لعيبه عنده موجوده في الموسم الجديد عشان حاجه واحده بس، ان هم مقيدين معاه في افريقيا. احنا السنه دي انا والمجلس والجهاز كله اخترنا ان احنا يبقى عندنا تضحيات. التضحيات ان احنا لازم نركز على اللعيبه اللي معانا فقط، وان احنا نضحي ان احنا بعدم قيد هؤلاء اللاعبين في الموسم القادم. وده هيحطنا في مشكله، كم لعيبه عندك؟ انا اتوقع حسبتها؟ اتوقع حاسبينها طبعا، لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا، وهو ايقاف حازم امام وتوفيق بسبب الانذارين في المباراه الجايه. بشكل كبير جدا بنسبه 95% اللعيبه اللي هتبقى متاحه معايا في مباراه مازيمبي هيبقى 14 لاعب فقط. ياه، 14 لاعب منهم حارس مرمى واحد؟ منهم حارس، لا حارس مرمى او حارسين مرمى. ده في حاله ان الشناوي ينتهي ويجي نادي الزمالك. بنسبه كبيره جدا مباراه مازيمبي هنخوضها بال 11 لعيب اللي بادئين المباراه، وثلاثه لعيبه فقط على دكه البدلاء. لكن في النهايه او اربعه لعيبه، يعني في النهايه من ضمن الاربعه لابد ان يكون حارس مرمى يتم قيده، يعني سواء بقى على عواد، شناوي، معرفش اي حد. على لا بس عواد ما ينفعش تلاقيه. على حسب لان النهارده انت جنش موقوف مباراه واحده. ممكن تاخد قرار ان انت هتلعب مباراه مازيمبي بحارس واحد. فهمت قصدك. وممكن يعني حسب ايه اللي هيحصل في خلال 24 ساعه الجايه. طيب هرجع لك تاني واقول لك ان مازيمبي بقى من يوم 10 ل 24 موجودين في تونس. معسكرين لمده 14 يوم بيلعبوا خمس مباريات، وده تمرين اهو على المازيمبي على الشاشه اهو. دول في تونس بيتمرنوا، كسبوا الثلاث مباريات ودية وكان آخرهم